السلام عليكم. اليمنيون في ملفات ترامب منذ وطأت قدمه بوابة المبنى الأبيض المحاط بالحراسة المكثفة والقرارات العديدة منذ وقع قلم الرئاسة الأمريكية في أصابع التي لوحت بالقمع والمنع أكثر مما لوحت بالحرية. هم اليمنيون ضحية ترامب الأولى، ممنوعون من السفر في المطارات بأوامره، وهم ممنوعون من الحياة تحت رحمة مقذوفات الطائرات التي حصدت أرواح الأطفال في قيفة الرداع كما الطفلة نوار العولقي. حزمة من القرارات الجديدة لترامب كالمعتاد تستهدف اليمنيين بوضعهم على قائمة حظر السفر لست دول من بينها بلادنا، بينما تم استثناء العراق من تلك القرارات لحسابات يفهمها الراسخون في البيت الأبيض والبنتاغون. وبحسب الأخبار فإن قرار ترامب يبقي على حظر سفر مواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة ليس من بينها العراق، كما يستثني حاملي البطاقات الأمريكية الخضراء بطاقة الإقامة الدائمة. مراقبون يؤكدون أن الهدف من فرض قيود جديدة بهذه الطريقة هو من أجل الصمود أمام الفحص القانوني وكذلك مواجهة إدارة ترامب تحديات القضاء مجددا. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يناقش قيود ترامب الجديدة على مواطني دول عديدة من بينها بلادنا. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. مرة أخرى يحضر اليمنيون كممنوعين من السفر بناء على قرارات وتصفيات إدارة الرئيس ترامب. مسؤولون أمريكيون نسبت إليهم تأكيدات أن قرار ترامب المرتقب قريبا يستثني العراق من قائمة الدول المحظور على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة. القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني العراق وإيران واليمن والصومال وسوريا وليبيا والسودان إلى الولايات المتحدة قوبل باحتجاجات واسعة. بحسب متابعين فإن الهدف من فرض قيود جديدة بهذه الطريقة هو من أجل التحايل أمام الفحص القانوني في حال واجهت إدارة ترامب تحديات جديدة في المحكمة، ومن المحتمل بأنها ستنجر إلى المحكمة من جديد. إلا أن القضاء الأمريكي حال دون تطبيق القرار، وهو ما دفع بترامب إلى إعادة الكرة بقرار تنفيذي جديد. أمريكا التي تمد يدها إلى العمق اليمني بطائرات الدرونز بحجة حماية البيت الأبيض من الهجمات الإرهابية تتخذ إجراءات قاسية بحق اليمنيين دون مبرر مقنع. هذه المرة يواجه اليمنيون سياسة أمريكية مضطربة وغير واضحة المعالم، بل ويذهب البعض إلى وصفها بالمتناقضة في رؤيتها تجاه الملف اليمني في أحداثه، بدءا من ملف الإرهاب والمباحثات السياسية والحرب التي يخوضها الشعب اليمني بقيادة شرعيته ضد تحالف الانقلاب. تنديدات واسعة من داخل أمريكا وخارجها ضد قرارات ترامب كونها تفاقم معاناة اليمنيين في وقت انتظروا فيه مواقف تخفف من وطأة الحرب. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ إبراهيم القعطبي الناشط السياسي من نيويورك، وأيضا عبر سكايب الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون من فرنسا. مرحبا بكما أستاذ إبراهيم وأستاذ فؤاد. أهلا بكم. لو بدأنا الحديث معك أستاذ إبراهيم، يعني حزمة قرارات جديدة يصدرها ترامب، لو تحدثنا عن مضمون القرار بشكل إجمالي أو تفصيلي. أنا في اعتقادي من حيث الهدف القرار الأول، القرار الثاني لم يختلف عن الأول، هو قرار عنصري امتياز يستهدف الدول المسلمة ويستهدف المسلمين ويستهدف بعضها يعني حليفة للولايات المتحدة الأمريكية كاليمن التي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب. القرار هو عنصري بامتياز ويستهدف مواطنين ليس لهم علاقة بالإرهاب ويمنع الولايات المتحدة. القوانين الأمريكية، الدستور الأمريكي يحرم يعني استهداف المواطن من أي دولة كانوا من خلال الجنس الديانة أو العرق أو الأصل. هذا فن الدستور الأمريكي. هناك اختلاف جديد قرار، أنا في قراءة للقرار ولتقية هو قد تناقض كثيرا مع القرار السابق، أي أنه لم يعد يستهدف المواطنين الذين يحملون على الإقامة الدائمة وما يسمى بالكرت الأخضر،
وأيضا الذين لديهم تأشيرات صالحة للدخول إلى الولايات المتحدة، الذين حصلوا على فيز وتأشيرات دخول، والطلاب وغيرهم. ولذلك القرار لم يعد مجدياً. أنا في اعتقادي أن ترامب حاول أن يقلد بعضلاته، وأن الذين صوتوا له أنه ما زال قويا وأنه ما زال سيصدر قرارا جديدا. ولكن القرار في اعتقادي أولا ولد ميتا، ثانيا سوف يواجه الآن في المحاكم، لأنه عنصري من الدرجة الأولى، يستهدف دول إسلامية بحد ذاتها، يستهدف مواطنين بسبب أصلهم أو الدول التي ينتمون إليها، وهذا قرار عنصري بامتياز، ويستهدف الدول التي ليست لديها قوة دبلوماسية أو تحالف عسكري قوي مع الولايات المتحدة. نعم، لو انتقلنا بالحديث للأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يعني برأيك كما تحدث الأستاذ إبراهيم، يعني هناك يعني لم يكن القرار مختلفا عن سابقه، هل تجد أن هناك تحايل في هذا القرار أو في صيغة القرار الجديد أمام القضاء؟ نعم، بداية مرحبا بكم. طبعا لم أسمع كثيرا، كان مقطع صوت الأستاذ إبراهيم، لكن سأبدأ. دعونا أولا نبدأ بمعرفة، نريد هنا أن نعرف ما هو السياق العام الدولي والمحلي الأمريكي الذي جاءت فيه هذه القرارات. طبعا ابتداء مع تزايد الهجمات الإرهابية في داخل أوروبا وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الأولوية بالنسبة لهذه المجتمعات وبالنسبة لهذه الحكومات، وهو ما نراه في الحملات الانتخابية وفي البرامج السياسيين، هي أولوية الأمن على حساب أولوية الحريات. من المعروف أن هذه الدول مسألة حقوق الإنسان فيها راسخة، مسيرة 250 سنة من الحقوق من الحريات، 70 سنة من الاتفاقيات من الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، الدستور الأمريكي، كثير من هذه الاتفاقيات هي ملزمة وهي في صلب الدستور الأمريكي وفي صلب الدساتير الغربية، لكن في حالات استثنائية نكون أمام يكون هناك تهديدات أمنية كبيرة لمواطني هذه الدول، فأحيانا تعطى هذه البرلمانات والحكومات إمكانية للانتقاص من هذه الحقوق والحريات قليلا، على سبيل المثال التفتيش، إمكانية التدقيق، إمكانية المنع، كمحاولة لإعلاء الاعتبارات الأمنية، لأنهم هم في تهديد في هذه اللحظة في الوقت الحالي. معروف أنه من العمليات الإرهابية التي كانت منذ سنتين، يعني حصل في انكماش كبير لمسألة حقوق الإنسان والحقوق والحريات خلال هذه السنوات الماضية، وبالتالي كانت هذه الهمة الأمنية على 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 نعم. أي اعتبارات أخرى. أتفق معك أستاذ يعني فؤاد في مسألة الحالات الاستثنائية كالتفتيش أو التوقيف للمساءلة أو مثل يعني، ولكن قرار منع دخول دولة لا علاقة له بهذه الإجراءات، خاصة أنه يعني استهدف دول بعينها، رغم علمنا أن أغلب الحوادث الإرهابية تأتي من أصول أمريكية بالنسبة لهم في نهاية الأمر. يعني هناك دراسة نشرت أن أغلب الحوادث التي تمت هي لم يفتعلها المسلمون، هناك حوادث قليلة التي يعني أتهم بها المسلمون، فلما هذا القرار العنصري؟ نعم، وهذه هي أصلا الحجة التي استندت عليها الفعاليات الحقوقية والقضائية الأمريكية من أجل نقض القرار، وهناك هامش كبير. أنا عندي تفاؤل كبير جدا بأن هذا القرار سيتم نقضه كما تم نقض القرار الأول. نعم. طبعا هذا القرار إذا عملنا خلفية بسيطة على هذا القرار، صدر في تاريخ 27 يناير بعد أسبوع واحد من صعود ترامب إلى الرئاسة. في تاريخ 3 فبراير قاضي محكمة سياتل أصدر قرار بتعليق قرارات ترامب، ثم بعد ذلك عند الاستئناف في محكمة سان فرانسيسكو، محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، عملوا استئناف لهذه القرارات، وكان القرار سائر بنفس الاتجاه. فشعر سكرتير النائب العام الأمريكي بأنه سيكون امتداد للقرار السابق وسيتم إبطال جميع قرارات ترامب تجنبا للهزيمة، طلب رسميا من هذه الحكومات أن تعطي مهلة للحكومة من أجل تعديل القرار بحيث يتم صياغته بصورة تخفف هذه الحالة هل أصبح بهذه الصورة إذن؟ هل يعتبر بهذا الشكل أخف حدة، مناسب للمحاكم كما تفضلت؟ لا، هو طبعا في الأخير الأسباب التي كانت التي أدت إلى نقض القرار الأول ستؤدي لاحقا أيضا مع هذا القرار، لأن القرار لحد الآن هو لم يصدر بحسب علمي باتباع إلى قبل صدور الحلقة، لكن هو أسقط العراق، وأيضا هو استثنى أيضا الحامل للجرين كارد وللفيزا من هذه الحماية، لكن ما زالت هذه الإجراءات مشددة. لكن في المجمل
هذا القرار الثاني هو جاء رد فعل من ترامب على نتيجة الهزيمة القضائية التي واجهها في محاكم الاستئناف والمحاكم الفيدرالية فيما قبل، لأنه إذا تم الذهاب بعد ذلك إلى المحكمة الفيدرالية المحكمة العليا الأمريكية سيتم نقضها تماما، لأنه كان مضمون المحاكم القضائية ضد قرار ترامب هو ضد هذا القرار، ضد الدستورية، ضد الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية وميراث القضاء الأمريكي، يمنع أي تمييز على أساس المواطنة، على أساس العرق، على أساس الموطن الأصلي. هذه حقوق راسخة في الدستور الأمريكي، في السلوك القضائي الأمريكي، وبالتالي في هناك هامش كبير جدا لدى الجاليات العربية والمسلمة في أنهم ينقضوا هذا القرار في المستقبل عن طريق التشبيك مع الجمعيات. نعم، قبل أن ننتقل لهذه النقطة دعني أنقل هذه الفكرة للأستاذ إبراهيم القعتبي، ربما أنت تحدثت عنها ويؤكدها الأستاذ فؤاد، أن المسألة مجرد تحدي للقضاء، هل يعني بهذا الشكل سيحجم القضاء عن التفاعل، أم أن هناك كما تحدث الأستاذ فؤاد هامش يعني نقض مثل هذا القرار؟ يجب أن نفرق بين عدة أشياء هنا. نعم. الأول، هناك حركة يمينية متطرفة في الغرب على وجه التحديد، وفي الولايات المتحدة جاءت بانتخاب الرئيس الآن ترامب. النقطة الأهم هنا، الحرب هي قائمة ضد الهجرة، ترامب فقط هو الممثل لهذه الواجهة. الأمريكيين الأغلبية البيضاء على وجه التحديد منهم اليمين المتطرف يحس أنه قد بدأ يفقد السيطرة على السلطة والقرار في الولايات المتحدة بوجود أقليات قوية تشارك الآن في الحكم، في السلطة، في المال، في كل نواحي الحياة. فلذلك اليمين المتطرف بدأ يشعر أنه بدأ يعني مصادر القوة تفلت من يده، فبذلك يستهدف المهاجرين بوجه عام. الدول الإسلامية أو العربية الست التي استهدفت هي إلا مثال لمحاربة الهجرة من منظور محاربة الإرهاب ومن ناحية الأمن، يعني حماية الأمن القومي الأمريكي. هنا هي الذريعة. أما بالنسبة للمحاكم اليمنية والمحاكم الأمريكية والدستور الأمريكي فهو قائم، يعني لا يجب العنصرية ضد أي نوع من المواطنين، سواء كان ذلك استهدافا للديانة أو الأصل أو الموطن الأصلي أو العرق ما إلى ذلك، يعني الأمور هذه واضحة. ثانيا، يجب المعرفة هنا في الولايات المتحدة أن الرئيس لا يحق له التشريع في ما يتعلق بقضايا الهجرة. من يشرع قضايا الهجرة وطريقة التعامل مع الهجرة هو الكونغرس الأمريكي، فلذلك الرئيس ليس لديه صلاحية. الرئيس لديه يعني صلاحية. ممكن نقضى القرار من هذه النقطة أستاذ إبراهيم؟ طبعا أنا في اعتقادي القرار كما قلت قد جاء ميتا، الكثير من الأشياء التي كانت موجودة في القرار قد سحبت، يعني على أساس أنه لا يواجه بقوة كما وجه القرار السابق في المحكمة، لا يوجد استهداف لمن يحملون الفيز، لا يستهدف من يحملون البطاقة الخضراء أو الإقامة الدائمة، المواطنين الأمريكيين ذو الأصول العربية والإسلامية، فلذلك القرار نفسه قد تغير تماما يعني. لكن النقطة هنا هو استهداف دول إسلامية هي الأقل ضعفا في القوة والمواجهة الدبلوماسية والعسكرية مع الولايات المتحدة، فلذلك استخدامها كمثال من أجل تمرير قوانين أخرى داخل الولايات المتحدة تستهدف المهاجرين بحد على وجه الخصوص، المهاجرين من جميع يعني المناطق ومن جميع بلدان العالم. الحرب الحقيقية في الغرب وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة هي ضد المهاجرين، لأن في الولايات المتحدة يحصل حوالي يعني مليون شخص سنويا على البطاقة الخضراء والإقامة الدائمة، وهؤلاء يتحولون بعد 3 إلى 5 سنوات إلى مواطنين أمريكيين يحملون الجنسية، ومن ثم يصوتون في الانتخابات، وهذه هي القوة الصاعدة في الغرب. ولذلك اليمين المتطرف يستخدم بعض الأهداف والأساليب بمحاربة الإرهاب والتطرف الديني والإسلامي وما إلى ذلك، لكن الهدف الحقيقي هنا هي محاربة الهجرة
في الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد. دعني أنقل هذه الفكرة أستاذ إبراهيم للأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يعني هل تتفق مع ما طرحه الأستاذ إبراهيم أن المسألة ليست أمنية بحتة، خاصة لو اطلعنا على أسس هذه الدول المختارة؟ هي دول ضعيفة كما قال الأستاذ إبراهيم في مواجهة أمريكية، دول بها تكثر المشاكل، بها دول يعني كثير من مواطنيها يريدون الهجرة صوب أمريكا. فالحرب الأساسية ليست حرب ضد الإسلام، وإنما حرب ضد الهجرة لحسابات مستقبلية يجدها اليمين المتطرف كما تحدث الأستاذ إبراهيم، ما رأيك؟ نعم، فقط أريد هنا قبل الإجابة أن أعلق على تفصيل بسيط، وهو أنه صلاحية القوانين المتعلقة بالهجرة للكونغرس. طبعا هو تفصيل بسيط، إذا نظرنا للدستور الأمريكي، الدستور الأمريكي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس. طبعا هذا طبيعة النظام الرئاسي، نظام الحكم في داخل أمريكا، يعطي للرئيس الأمريكي صلاحية اتخاذ قرارات تنفيذية. القرارات التنفيذية هذه هي توجيهات ملزمة تصدر من الرئيس لجميع مستويات الحكم والوكالات أجهزة الحكومة الأمريكية دون الرجوع للكونغرس الأمريكي، بمعنى ولها كل الصلاحية وكل القوة التنفيذية، ما عدا في حالات معينة يحق للكونغرس الأمريكي أن يقوم بنقض هذه القرارات التنفيذية. مثلا يتم منع التمويل، أو يتم نقض هذه القرارات بأغلبية الثلثي لأعضاء الكونغرس الأمريكي، وهذه أغلبية صعبة، يعني إن لم تكن مستحيلة. فبالتالي هناك صلاحية في هامش كبير بحسب الدستور الأمريكي وبحسب ممارسات والأعراف الحكم في داخل أمريكا للرئيس الأمريكي أنه يتخذ مثل هذه القرارات. لكن أيضا في داخل نفس هذه المنظومة القضائية النظامية الأمريكية، هناك أيضا ما يسمى بالجوديشال ريفيو، بمعنى المراجعة القضائية، والتي تعطي للمواطنين هذه الدول المستهدفين من داخل أمريكا ومن داخل الدول العربية والإسلامية أن يستخدموها كمراقبة. هناك صلاحية للقضاء لمراجعة القرارات التنفيذية حتى وإن كان الكونغرس لا يستطيع، ليست له هذه القدرة. وبالتالي عن طريق هذه التقنية القانونية اللي هي الجوديشال ريفيو، يستطيع أي متضرر أن يقوم وفق هذه الآلية، يستطيعون مراجعة الأوامر التنفيذية والتشريعات الصادرة من الكونغرس وأيضا القرارات التنفيذية. وهذه ضمانة قوية موجودة لمواطنين هذه الدول في حالة أنهم في حالة وجود ما يفيد من خلال وقائع قضية معينة، من خلال متضرر معين في المطارات أو في غيرها، من خلال أي قرار يصدر من السلطات الأمريكية من البوليس، إذا كان هناك شبهة بأن هناك تمييز ضد هذا الشخص بناء على أصله أو على دينه أو على موطنه الأصلي، عن طريق هذه القضية يتم نقضها. وهذه طبعا بالتعاون، وهناك جهات كثيرة تستطيع أن تخدم في هذا السياق. نعم، إذن تنضم معنا عبر الهاتف الأخت سمر ناصر المتخصصة في شؤون الهجرة من شيكاغو. مساء الخير أستاذة سمر. أهلا، السلام عليكم. أهلا بك أستاذة سمر. لو حدثتنا يعني عما يدور من أحاديث حول قرار ترامب الأخير، خاصة يعني ما تستهدف به اليمنيين، ما هو حجم ضررها؟ القرار نزل مرة أخرى للأسف الشديد، برغم أنه أول مرة المحاكم ضربت والحمد لله نجحت المحاكم في الموضوع، ولكن الآن رجعت بنفس المستوى، إنما عراق مش موجودة في القرار. لكن نحن لدينا يعني فعلا يمنيين متضررين كثير، منهم من في جيبوتي، في ماليزيا، في مصر والجزائر، يراعون مثلا الفيز على أساس يسافروا لنيويورك وعلى شيكاغو وعلى كاليفورنيا والولايات المتحدة بشكل عام، يهربوا من حروب. ففي النهاية هذه بتضرر آلاف من اليمنيين. نعم، هؤلاء الآن ممنوعين من السفر بسبب القرار. نعم، لكن التنفيذ، القرار بتنفذ بعد 10 أيام، فاللي عندهم اللي عندهم فيز الآن يسافروا قبل ما ينفذوا القرار بعد 10 أيام. نعم، طيب يعني باستثناء حاملي بطاقات الجرين كارد، هل خفت المعاناة نسبيا بالنسبة لليمنيين؟ نعم، يعني في طبيعي انه اصحاب الجرين كارد بشكل عام اللي عنده جواز امريكي وهم يمنيين، فبياخذهم في المطارات ويسالهم كم اسئله، في احيانا يجلسوا ساعه ساعتين 3 ساعات، لكن القرار الان واضح انه هذا القرار لا ياثر اللي عندهم جرين كارد ولا اللي عندهم جوازات اخرى، مثلا شخص يمني مواليد اليمن عنده جواز بريطاني فعليه يدخل براحته يعني.
تمام. أستاذة سمر، يعني بالنسبة لكم كمتخصصة في شؤون الهجرة، ما الذي يمكن يعني تقديمه بالنسبة لليمنيين الذين يعانون من هذا القرار، خاصة يعني الذين سيطبق عليهم القرار بعد 10 أيام؟ والله التقديم مستمر يا أخت، لأنه الوضع الآن هي بس على أساس الدخول وكمان إصدار الجوازات وكمان المواعيد، فبيلغوا للأسف المواعيد بعد لمدة 90 يوم، وكمان دخولهم ممنوع 90 يوم. لكن فرحنا نأمن إنه المحاكم بس تكون ضد هذا القرار وترجع في المحاكم في النهاية. نعم، هل يمكن يعني مجابهة مثل هذا القرار بالنزول الميداني كما حدث في المرة السابقة بعمل مظاهرات، أن تشكلوا مع الجالية مثلا أي موقف يمكن اتخاذه؟ هل هذا يعني نافذ ربما في أمريكا؟ نعم نعم أمين، أول مظاهرة سويناها كانت ناجحة فعلا وكان الناس متحمسين، ولكن هذه المرة تفاجأنا برغم أنه كان في تأجيل للقرار لمدة شهر حوالي، فالآن رحنا مستعدين أن نسوي مظاهرات أو نتكلم مع مسؤولين أمريكيين بشكل عام يعني عن الوضع اليمني، لأنه رحنا نعاني من حرب ومعظم اليمنيين الذي هاجروا لأمريكا عندهم أهالي في الولايات المتحدة. نعم. فإن شاء الله يعني علينا دور مهم جدا هذا الشهر بالذات. نعم، نسأل الله لكم التوفيق. أخت سمر ناصر المتخصصة في شؤون الهجرة كنت معنا عبر الهاتف من شيكاغو. عودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني استثنت دولة العراق كما تابعنا في الأخبار بسبب أنها يعني قامت ببعض الإجراءات وأيضا لأنها متعاونة مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، ماذا عن اليمن؟ أليست أيضا متعاونة مع أمريكا في مجابهة أو محاربة الإرهاب؟ هذه هي المشكلة الحقيقية. أنا لا أعرف كيف استطاعت الحكومة العراقية أن تخرج من القائمة أو يعني تقوي علاقاتها بالولايات المتحدة في خلال شهر، وهذا الأمور واضحة أن هناك كان تحرك دبلوماسي عراقي قوي. العراقيين ضغطوا على الولايات المتحدة أنهم شركاء في محاربة التنظيم الداعش، وكان لا يجب دخول العراقيين أو العراق في قائمة الحظر. بغض النظر، لا يجب أن يكون هناك قائمة حظر لأي دولة أيا كانت، يعني سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، لكن السيء هنا أن الحكومة الأمريكية الحكومة اليمنية متعاونة جدا أكثر من اللازم مع الحكومة الأمريكية. الأراضي اليمنية مستباحة يوميا من قبل القوات الأمريكية، هناك إنزال على الأراضي اليمنية، هناك استهداف لطائرات بدون طيار، هناك تدخل سافر في الشؤون والسيادة اليمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومع هذا يحظر المواطن اليمني. هناك هذا القرار يعني موجه ضد السياسة أو ضد السيادة اليمنية وضد المواطن اليمني، فلذلك هذا موجه أنه لا يوجد تعاون. القرار بحد ذاته الجديد يتحدث على أن هناك صراع داخل اليمن، وأن الصراع قائم بين الحكومة وبين المسمى المعارضة الحوثية، وأيضا أنه على ظلال ذلك قد توسعت القاعدة وداعش في الأراضي اليمنية، وأن الأراضي والحدود اليمنية يستطيعون تهريب السلاح منها الذي يصل إلى القاعدة وإلى المنظمات الإرهابية. وأنا أعتقد أن هذه الأمور ليست واضحة وليست حقيقية على أرض الواقع، ولذلك المشكلة ليست فقط في الإدارة الأمريكية وفي قرارها، لكن الأداء الضعيف للحكومة اليمنية وللدبلوماسية اليمنية وللتحرك اليمني على الأراضي اليمنية بحد ذاتها. لا يعقل أن الولايات المتحدة تتعامل مع اليمنيين بهذا الشكل، وهي الدولة التي تحارب إلى جانب الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، وهذا ضد الشراكة وضد التعاون القائم بين الولايات المتحدة واليمن. ولذلك على اليمنيين إما تعليق التعاون الأمني مع الولايات المتحدة حتى أن تعدل الولايات المتحدة سياستها تجاه اليمن. قد ربما يعتقد البعض أن اليمنيين لا يجدون أي ورقة ضعف بكون الحكومة اليمنية في الخارج وأيضا صراع في الداخل. لا أعتقد كذلك. نناقش هذه النقطة باستفاضة أستاذ إبراهيم.
وبناء عليه لا تستطيع الولايات المتحدة اختراق الأراضي اليمنية، لأن ذلك سيعد تعديا خارقا للقوانين الدولية وللسيادة اليمنية مهما كانت الظروف والمعارك التي تجري داخل الوطن. نعم، إذا دعنا نناقش هذه النقطة باستفاضة بعد الفاصل. ابقى معنا أستاذ إبراهيم. أنت الأستاذ فؤاد عامر، أعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ضيفي الكريمين مرة أخرى، أستاذ إبراهيم القعطبي والأستاذ فؤاد عامر. أستاذ فؤاد، كنا نتحدث مع الأستاذ إبراهيم عن نقطة قبل الفاصل، وهي كيف استطاعت العراق خلال شهر من تحسين علاقتها مع أمريكا ومحو اسمها من القائمة. ما هي يعني النقاط التي طرحتها لتكسب ثقة أمريكا من جديد؟ طرح الأستاذ إبراهيم أن هذه نقطة ضعف للحكومة اليمنية التي لم تستطع أن تتحرك من خلال دبلوماسيتها لمحو اسم اليمن، خاصة وأن أراضي اليمن وسماءها مستباحة من قبل أمريكا وهي شريكة فاعلة في محاربة الإرهاب. ما رأيك؟ نعم، هنا ينبغي أن نفرق في الحالة العراقية عن الحالة اليمنية. طبعا في الحالة العراقية هناك حكومة مركزية، صحيح أنها ضعيفة، لكن في الأخير هناك شكل من أشكال الحكومة المركزية متعاون داخلين في تحالف دولي ضد داعش في الموصل، في 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 الشمال، في الجنوب، حققوا إنجازات كبيرة جدا. هناك تحالف واسع مع الولايات المتحدة، مع الدول الغربية، مع حتى روسيا. وبالتالي ليس صحيحا أن السيادة العراقية يعني هي في يعني قد احترمت في هذا الشكل. طبعا كيف يتم التدخل؟ يعني اليمن دولة ضعيفة، وبالتالي على الآن ما احنا يعني ضعف الدولة لا ندري حين اصدر القرار. هناك شبه حكومة في مأرب، هناك شبه حكومة في حضرموت، هناك شبه حكومة في داخل عدن، يعني دولة فاشلة الآن، لا نتحدث عن دولة او حتى عن شبه دولة، وبالتالي لا تستطيع ان تحاجج في هذه المرحلة. ومن الأفضل، وهناك تهور كبير الذي يقول بأننا نقوم بخفض التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، لأنه التحالف الدولي سيذهب تماما باتجاه الحوثي وباتجاه دعمهم وباتجاه إسقاط العملية السياسية التي دارت في اليمن من 2011 حتى الآن. وهذا كلام خطير جدا الذي يقوله البعض بخصوص خفض التعاون مع الولايات المتحدة وعدم السمح لها. لا، يجب أن يتم التعاون الآن مع الحكومة الأمريكية في سبيل القضاء على الإرهاب، بالتزامن ايضا مع القضاء على الانقلابيين في داخل اليمن. هذه جزء من مسؤوليه الدوله. الدوله الان في وضعها الضعيف لا تستطيع في هذه الحاله ان تقوم بحرب منفرده ضد الارهاب. لماذا يوجد حرب؟ لماذا لا تتدخل الولايات المتحده بحرب ضد الارهاب في داخل مصر مثلا، في سيناء؟ لماذا لا تتدخل في الاردن؟ لان هناك كيان دوله موجود وراسخ ويقوم هو بدوره في محاربه هذه الجماعات الارهابيه. لكن في اليمن هذا الكيان لا يقوم بمسؤولياته، فلذلك من الطبيعي أن هذه الدول تأتي لمحاربتها. هل يتركون الحبل الغارب؟ تصبح بعد اليمن قاعدة لداعش وقاعدة للقاعدة وقاعدة لجميع الجماعة الإرهابية التي تستهدف الخارج ولديها خطاب معادي للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أنا أعتقد أنه لابد في اليمن، لابد الحكومة اليمنية في وضعها الحالي بسلوكها الحالي تحمد عليه، وأن الحكومة اليمنية الآن معركة ضد الانقلاب وضد الإرهاب بالتساوي. وإذا وجد أي خفض للتعاون مع الإدارة الأمريكية في خصوص متعاون الإرهاب سيذهب، ستقوم هذه المراجع الدولية والحكومة العالمية بدعم الجهات الإنقلابية. لذلك في الحالة العراقية كما قلنا هناك مسؤولية وهناك تحالف دولي يضرب يوميا هذه الجماعة الإرهابية. نعم، إذا أنقل هذه النقاط للأستاذ إبراهيم. ما رأيك بحديث الأستاذ فؤاد الذي يتحدث يعني عن أن هناك فعلا ضعف من قبل الحكومة، هي شبه كيان حاليا، هي في مواجهة انقلاب، فبالتالي من دور الولايات المتحدة أن تحارب الإرهاب بصورة أو بأخرى، خاصة يعني ألا تترك للجماعات الإرهابية الفرصة للنماء في ظل الأوضاع المتردية في اليمن. ربما يعني جزء من مسؤولية الحكومة هو التعامل مع إدارة أمريكا، الإدارة الأمريكية في مواجهة الإرهاب. ما رأيك؟ أنا أولا لا أتفق مع ما طرحه الأخ، يعني أعتقد أن الضعف هذا المتناقض الذي تفكر به الحكومة اليمنية
هو ما تلعب عليه الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال عندما يقول لو نعترض على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي اليمنية ربما يذهب الدعم الأمريكي نحو الحوثيين. أنا في اعتقادي أن الأمريكيين لو أرادوا الذهاب نحو الحوثيين لن يتأخروا حتى ساعة واحدة يعني. فلذلك هذا الورقة لا تهم الأمريكيين على وجه التحديد بحول يعني ذهابهم إلى الحوثيين أو إلى الحكومة أو دعمهم إلى الحكومة الشرعية. هناك حكومة بغض النظر عن ما نتفق أو نختلف حوله معترفة بها دوليا بقرار دولية، انتخب الرئيس هادي من قبل الشعب اليمني بغض النظر عن يعني طريقة الانتخاب التي جرت. هناك اعتراف دولي وهناك يعني سيادة دولية لليمن، ويجب احترام الحكومة اليمنية بغض النظر على ما إذا كانت في الداخل أو في الخارج. هناك أراضي يمنية وهناك دولة. عندما يقول الأخ يعني يجب أن لا نعاد الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، نحن لا نطالب بمعادة الولايات المتحدة الأمريكية يا أخي. في أفغانستان على يعني التي توجد بها طالبان والقاعدة لم تدرج في القائمة، ولا يوجد حكومة قوية في أفغانستان. معظم الأراضي الأفغانية مسيطرة عليها من قبل الطالبان وجماعات أخرى. فلذلك لا نستطيع أن نلعب على هذه الورقة التي هي ما أوصلت الحكومة اليمنية والوضع اليمني إلى هذه الحالة. يعني هناك سيادة يمنية يجب أن تحترف بغض النظر عن ما إذا كانت الحكومة في الداخل والخارج. يعني الحكومة الأمريكية تعرف ذلك، ولذلك تلعب على هذه المتناقضات من أجل جر الحكومة اليمنية إلى مزيد من الاعتراف بتدخل الولايات المتحدة، وأيضا جرها إلى اتفاقيات ربما يعني مستقبلا ستبيح كل السيادة اليمنية. وبالعكس ما ذكره الأخ، هناك تحالف عربي قوي موجود في اليمن، في عدن وفي المكلا وفي كثير من الأراضي اليمنية. هناك قوات خليجية إماراتية سعودية سودانية متواجدة في الأراضي اليمنية وتحارب القاعدة. فلذلك يجب احترام ذلك التوجه اليمني الذي يحارب القاعدة والمنظمات الإرهابية، ويجب على أن لا تستخدم الولايات المتحدة هذه الإسطوانة من أجل إضعاف الحكومة اليمنية أكثر في أكثر، ومن ثم يعني تطبيق الحظر الذي سينفذ في الأيام القادمة ضد المواطنين من اليمن. فلذلك إذا كنا نبحث على شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية واحترام السيادة والشرعية، يجب أن يكون هناك أخذ وعطاء في العلاقات. يجب أن تحترم الولايات المتحدة المواطن اليمني، يعني من حق الولايات المتحدة أن تدقق في أن يدخل إلى أراضيها، أن تحارب الإرهاب، أن تمنع من لديهم يعني نوايا إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من حق أي دولة ومن ظلال الولايات المتحدة. لكن هنا يجب أن نفرق أن هناك دولة في اليمن، وأن لا نخاف إذا قلنا للولايات المتحدة الأمريكية بلا أنها ستنجر إلى الدفاع عن الحوثيين أو إلى محالم. نعم، إذن وضحت الفكرة أستاذ إبراهيم. تنضم معنا عبر الهاتف الأخت أم ليان شماحي المهاجرة في أمريكا، وهي إحدى المتضررات من هذه القرارات من ميتشيغان. مساء الخير أستاذ أم ليان. مساء النور، أهلا بك معنا. حدثينا بداية عن تفاصيل معاناتك ومدى تضررك من قرارات ترامب الأخيرة. أنا للأسف سافرت قبل قرارات ترامب في شهر 11. نعم، سافرت من مدينة الرياض إلى متوجهة إلى مدينة أمريكا. ولكن للأسف قابلني شرطة المطار بالرفض للدخول إلى الأراضي الأمريكية، واضطررت إلى طلب اللجوء هناك. نعم، ولكن أخذوني من هناك مقيدة وخائفة وعاملوني معاملة سيئة. نعم، ما السبب يعني هل وجهوا لك تهمة معينة؟ ما هي أسبابهم؟ أسبابهم ما هي أي أسباب للرفض ولا شيء، ولكن قالوا أنه عندكم أنتم لستم سواح. وطلبنا اللجوء، قلنا ما نقدر نعود إلى اليمن بسبب الأوضاع في اليمن. نعم، وخاصة نحن من منطقة تعز. طيب يعني أنتم كان معكم فيزا يا أم ليان؟ كان معكم فيزا دخول، تأشيرة دخول طبيعية؟ نعم، أخذناها من السفارة الأمريكية في الرياض، فيزا سياحية مدتها سنة. تمام، وما الذي حدث بعد ذلك؟
سألونا كم عندكم أغراض، قلنا لهم عندنا ملابس هدايا لأصدقائنا وأخذوهم علينا ولحد الآن هم في المطار. ورسلونا بعد طلب اللجوء أنا إلى مدينة تكساس وخلونا هناك ممكن أسبوعين. ومرضت علي ابنتي ذات 11 شهر، قد كانت في الموت، ما حد كان، لا عندي لغة ولا عندي أي معلومة ولا حد يفهمني ولا شيء. وعد زوجي بأنه بياخذني إلى مكان آمن، ولكن للأسف كانت بنتي خلاص منتهية. وبعدين بعد ما قبلوا اللجوء مني في تكساس رسلوني إلى مطار تكساس، وجلست هناك يوم كامل هناك انتظر ما خلوني أطلع الطيارة. تمام. بعد ذلك؟ بعدين من تكساس طلعت الطيارة، من تكساس رجعت قطعت مرتين تذاكر، وللأسف يقولوا ما أقدر أسافر من هذاك المطار وأني لحالي ولا عندي حد ولا عندي أي أسرة ولا شيء. ورجعت قطعت ثاني مرة تذكرة إلى مطار ديتريت، ومن هنا ما خلوني أطلع من شيكاغو، سفروا بي من تكساس لشيكاغو، قلت هناك يومين في صالة المطار بين البرد والثلوج، وبنتي مريضة ولا عندي حتى طعام ولا أي حتى حليب، ما فيش مع ابنتي. طيب وبعد ذلك زوجك فين هو الآن؟ ما الذي حدث بعد ذلك؟ أين أنت الآن؟ زوجي الآن، أنا كنت ما أعرف عن زوجي شيء، زوجي الآن مسجون في السجن في مدينة في ولاية مراو منذ 3 أشهر، وهذا الرابع. سويت محامي، والمحامي للأسف أخذ مني 5000 دولار، وللأسف قبل أمس كان آخر جلسة وقال لي إنه خلاص ما قبلوا منه اللجوء. قال لي أجلس في السجن 3 أشهر مدة 90 يوم، بعدين يرحلونه إلى اليمن. وأنا الآن هنا من دون عائل، بارث عند أسرة غريبة. ولا أنت سمحوا لك بالدخول بتأشيرتك السياحية؟ لا، مش أخذوا علي جوازي وأوراقي وقائم، ولا أقدر زوجي أزوره ولا أقدر أخرج أي مكان، ما عندي أي وثائق حتى. فين أنت جالسة طيب الآن؟ أنا جالسة هنا عند أسرة يمنية. بأي ولاية؟ يعني لست محتجزة؟ لا خلاص قد خرجت من الحجز، بس زوجي محجوز. وأوراقك ليش ما تستلميها؟ هم محجوزات في إدارة الهجرة، ما هنش معي، أخذوهن علي في المطار. على أساس كم تبقي داخل أمريكا؟ ما يعني إيش قالوا لك بالضبط؟ يعني إيش عليك الآن؟ تبقي ما تبقي؟ إيش تسافري؟ ما هم الفكرة يعني؟ ما قالوا لي أعمل وأجيب لي محامي وأعمل، وما أدري كم أجلس في أمريكا تحت الحماية الأمريكية، ولكن زوجي مش موجود من بيعامل لي، ولا أعرف لغة ولا أعرف أخرج ولا شيء. طيب حاولت تتواصلي مع السفارة، مع الجالية، مع أي طرف ممكن يعني يساعدك في هذه النقطة؟ ولا أعرف أحد، ما أعرفهم ولا أدري وين أبدأ، جالس هنا في البيت. إيش اسم المنطقة اللي أنت فيها أم ليان؟ أنا ديترويت. فين؟ في لانيو، شارع لانيو ديترويت. طيب يعني هل بالنسبة يعني الأسرة اللي أنت جالسة معها يعني حتى هم ما يعرفوش السفارة، ما يقدروش يوصلوا للسفارة، ما يقدروش يوصلوا لأي جهة؟ قالوا إنهم واحد منهم راح لعند، كنت وأنني معتمد على المحامي، وقلت ما المحامي هو اللي بيسوي لي كل شيء، لكن للأسف المحامي طلع ما عملش ولا شيء. طيب إيش طلبك يا أم ليان من خلال القناة لمن تحبي تتكلمي؟ أتساءل أي المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بالإنسان وكرامته؟ أين المجتمع المدني الأمريكي القائم على احترام حقوق وكرامة الإنسان؟ أين السفارة اليمنية في واشنطن ودورها في رعاية كرامة مواطنيها؟ أين الدكتور أحمد بن مبارك؟ أنا امرأة يمنية وطفلتها ذات 10 أشهر، أسكن لاجئة عند أناس أغراب. بعد أن أصبح زوجي في السجن، ألسنا من الرعاية الجمهورية اليمنية؟ هل يصلك صوتنا في واشنطن؟ أناشد فيك المروءة الإنسانية، ألم يكن الدافع المهني والوظيفي حافزكم؟ لذا أناشد سعادة الدكتور أحمد بن مبارك السعي والإسهام في إطلاق زوجي من السجون الأمريكية الذي هو مسجون دون ظلم، وكذلك إطلاق جوازي وجواز ابنتي المحتجزين لدى دائرة الهجرة، لأني دون لغة أو عائل ولا أملك إلا عون الله ومساندته.
ربنا معك يا أم ليان. يعني من جهتي احنا حاولنا نتواصل مع الدكتور أحمد لكن للأسف لم يرد علينا رغم تجاوبه الدائم معنا في كثير من المرات، لكن يعني وعد شخصي مني وربما من البرنامج أن نحاول أن نوصل رسالتك للدكتور أحمد ونحاول أن نوصلها للإعلام يعني طريقة أكبر ربما من مجرد المشاهدة. يعني سأحاول جاهدة أن نجد لك حل من خلال الإعلام، من خلال أن نكون يعني جسر بينك وبين الدكتور أحمد. شكرا جزيلا لك أم ليان الشماحي المهاجرة في أمريكا من ميشيغان. عودة إليك أستاذ فؤاد عند هذه النقطة، يعني قانونا يعني هل يحق لبلد أن تحتجز مسافر لديه تأشيرة دخول فيزا سياحية يعني لمدة عام؟ أنا قادم كسائح، إما أن تعطيني هذه التأشيرة أو لا تعطيني، يعني لما يعني في المطار، خاصة أن هذا الأمر يعني للأسف قبل القرار، يعني الآن الأمر أكثر سوءا ربما. نعم، بداية القرارات يعني منع الأخت أم ليان الشماحي كان بناء على قرارات ترامب، وهذه القرارات اصلا قد تم نقضها وبالتالي تعتبر كانها منعدمه قرارات في حاله الاخت ام ليال الشماحي. الشيء الثاني انه حق اللجوء الانساني والسياسي هو حق مكفول في الدستور في جميع الدساتير العالميه، وبالتالي لا تستطيع هي لا تقلق من هذا الشيء، هم لن يعيدوها الى اليمن لانه هذا الحق الدستوري موجود وراسخ. لكن زوجها ما زال محتجز، يعني القرار مطبق 100%، يعني لم يلتغي لا القرار المحكمه السابقه ولا نعم زوجها محتجز، هي الآن بحاجة إلى الذهاب إلى الجمعيات، يعني إلى في جمعيات في منظمات، لأنه هي مش قادرة أنها توصل، وهذا هو دور السفارة ودور الإعلاميين اليمنيين هناك، وإذا كان لديهم جمعيات وجالية يمنية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن يوصلوا صوتها بحكم أنها ما تتكلمش اللغة ومش عارفة فين تروح، يقوموا بتقديم الدعم القانوني لها ويصل صوتها للجهات، تروح في كثير من الجمعيات والمنظمات اللي هي تتعلق بهذه اللي تقوم بحمايه الحقوق المدنيه والدستور الامريكيه، زي مثلا الامريكان سيفل ليبرتيز يونيون اللي هو اختصار ب ACLU، هذه احد الجهات التي يمكن تقدم الدعم القانوني يعني. لكن في الاخير لن يعيدوها لليمن لانه اليمن في حاله حرب، وقبل عامين الولايات المتحده الامريكيه اصدرت استثناء لليمنيين الموجودين على الاراضي الامريكيه، اعطتهم مده للبقاء في الولايات المتحده الامريكيه مع امكانيه الشغل إلى حين انتهاء الأوضاع المضطربة في الجمهورية. إذن أستاذ فؤاد، يعني أنتقل إلى الأستاذ إبراهيم لأسمع منه، يعني في حكاية كحكاية أم ليان، أخت ضائعة لا لغة ولا أحد تعرفه، يعني أصيبت بكل الذي أصيبت بها، أين الدور الجالية، أين دور السفارة، كيف يمكن الوصول أو حل مثل هذه الإشكالية التي ربما يعني هذه قصة استطعنا الوصول إليها، يعلم الله يعني كم القصص المخبأة في أمريكا. أولا أسف جدا يعني لسماع معانة الأخت أم ليان، لكن هناك عدة نقاط يجب أن أطرحها هنا. أولا يعني بالنسبة للمحامين، هناك شبكة طويلة من المحامين الحقوقيين ومحامين الهجرة على كامل الاستعداد لمساعدة هؤلاء العالقين ومن يواجهون مشاكل في قضايا الهجرة ومن يعني لديهم مشاكل أخرى، هم على كامل الاستعداد يعني نحن نستطيع أن نوصلها بكثير من المحامين الذين يستطيعون مساعدتها في هذا المجال. النقطة الأخرى حول أداء السفارة، أنا أعتقد أنه في ملف الأخت بالتحديد على السفارة اليمنية في واشنطن أن تتقدم بهذا الطلب إلى حكومة الولايات المتحدة بمراعاة هذا الأمر. هناك عدة نقاط أخرى يجب ذكرها هنا. أولا أن وزارة الأمن الداخلي وهي الإدارة المشرفة على سلطات الهجرة، هناك قانون يسمح لليمنيين المتواجدين في الأراضي الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على أوراق لمدة زمنية معينة من أجل أن يعني بسمح لهم بالعمل والحصول على أوراق لحوالي فترة سنة ونص، لكون الأوضاع متردية في اليمن وهناك حرب أهلية في اليمن، فلذلك يسمح لكل المواطنين اليمنيين الذين حاصلين على أوراق والذين ليس لديهم أوراق والذين لديهم فيز من أي نوع كانت بالحصول بالتقديم على هذه الأوراق ومن ثم البقاء في الولايات المتحدة والحصول على ترخيص عمل لمدة حوالي سنة ونص. النقطة
الثانية يجب التفريق هنا بين قضايا أساسية. يعني نوعية الفيز، هنا عدة نوعية من الفيز الذي يستلمها المواطن اليمني. يعني على سبيل المثال، اليمنيين الذين متواجدين في جيبوتي وفي مصر وفي ماليزيا وفي مناطق أخرى، الذين لديهم طلب تقديم طلب هجرة إلى الولايات المتحدة من خلال أقارب موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية ومتجنسين ويحملون الجنسية الأمريكية، هؤلاء يعني وضعية خاصة تماما ومختلفة عن المواطن اليمني. على سبيل المثال، هؤلاء يحق لديهم يعني حصانة دستورية ولا يحق. نعم، إذا يعني بهذه النقطة أستاذ إبراهيم يعني ربما اتضحت الصورة. سأحاول أن يعني نضع جسر بينك وبين الأخت أم ليان لمساعدتها، سأعطيها رقمك أو آلية للتواصل معك لمدها بهؤلاء المحامين وإعطائها يعني تنويرها على الأقل بحقوقها. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، إبراهيم القاطبي الناشط السياسي من نيويورك، كنت معنا عبر سكايب، وأيضا الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون من فرنسا. شكرا جزيلا لكما، وشكرا للضيوف الذين كانوا معي في هذه الحلقة، ولكم أنتم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.